يا اخي ما احب انا اقعد في حرا الناس كذي. اللي يبغى والله سويت لهم تمثيليه اليوم يا ماجد، شفتها؟ والله يا سويت تمثيليه، يو الشفاعه يلا. شفتوها يا عيال في السناب؟ يا عيال دخيل امكم بنلعب مع توب ثلاثه مدي الغله في كاي. ها من الاخير البنت فاقعه كبدي، ابغى الجول. ايش معه مترد؟ يلا السلام كنت عليكم. بحكي عليك، كنت بحكي لهم، بعت لي قلت له جايك، بعت له ما بقى يقبل طيب ما لحقت عندك احكي. مستوى ولا بتضيعين من حياتي 5 دقائق؟ كل شيء اللي ضيع من حياتك 5 دقايق عندي طبعا، الحمد لله ما شاء الله. ممتاز والله اني جيتك بجيش مكبسين يحبون الموت زي ما هلا تحبين يا الحياة. ماجد، لا عندنا مستوى الحمد لله ما شاء الله. عينك على التكبيس وقولي لا إله إلا الله. أنت سمعتي ولا لا؟ محمد رسول الله. التكبيس يا أخوان، تكبيس يا عرب ربي، تكبيس، بسم الله توكلنا على الله. هب هب تكبيس يا عيال. كبسه كبسه ربعي على الصدام ولا بنقفل نراكم الكومنت فيه. عشان التكبيس، نورين بنقفل الكومنت حيكم. عشان التكبيس. التكبيس لا يقف، دخيل امكم يا عيال. هلا والله حيكم نورين. تكبيس شعري يا جماعة. حيكم التكبيس، القوة خلجة أم اللاش، القوة القوة والله ما هو بيننا الضعيف، القوة. مع بعض يا عيال، لا للاتكالية، لا للاتكالية، ارحب يا فخر. دخيلكم اذكر والله، افتح الكومنتات اذكر والله يا عيال. يا ماجد الله يديمك لنا دخل، الله يعزك ولا يعز عليك، ورب البيت ساطي، ورب البيت سطوة، ورب البيت سطوة. هلا والله حيكم يا ليت نورين. العرب في ساعة الصفر. ماجد تكبيس وشير يا جماعة. ورب البيت قوة. هذا مستواك يا توب هلا 2 حيلا، لتوب 3؟ مستوانا يجي ويروح، احنا مستوانا يظهر متى ما بدنا. ابى اوريك حاجه بالله. شو هاي الكاسات كأنه، ولا شو هاي؟
شو هاي ما فهمت. لا حاجة كذا بيني بين الكومنتات. اوكي فكرت فهمت اللي انا ورجيك حاجة. لا لا انا ميد الكومنتات. حيكم نورين. يلا الحكم الأول يا سارة، تقفلين بثك تجين سجن عندي لنهاية الساعة. الحكم الثاني، جولة كاملة تقولين أنا سمكة أنا سمكة أنا سمكة أنا سمكة، جولة كاملة. الحكم الثالث، بده يكون واحد عنده اندرويد مش ايفون، برامج تكبيس غالبا. ها بعدين هو ايش؟ مو شخص واحد، كذا كتار ناس بكبسه. شو الحكم الثالث سعيد؟ الحكم الثالث، تكتبين في الجدار اللي وراك سكرتيرة سعيد حنش. على الحيط ايوه اتقلع من البيت بدك يعني؟ ها؟ بتقلع من البيت. ما والله ما علي منك. مين مسح يا ترى؟ لا والله بتبهدل، بتشرد بالشوارع. هاي والله انا فزت، الله يعزك يا ماجد، الله يعزك ولا يعز عليك، الله يبرد كبدك يا شيخ فخم، ادى فعولك يا فخم، تكبيس ورد كم لب جولة ابوك. تكبيس؟ الى من جيتي سجن عندي؟ يعني ما لا بدي لا أفكر بس تكبسين، بس ماشي. سجن بس سجن، وكل ما اقول لك يا تستدعبيني بحلاوه عشان اعرف انك موجود. والله ما معي ولا صفر كوينز. ما علي منك. تعالي والمشرفات، المشرفات ما شاء الله مفتحات، هم طيب بيراقبونك متى اجي؟ ممكن بس سكر؟ الآن دلحين دلحين. لا لا دلحين لنهاية الساعة 40 دقيقة، مشرفات جهزوا لنا عدس، لا هو شربه ولا هو ليدام. تفضل راح هيك. طب لحظة اشوف شو الحكم الثاني كان؟ الحكم انا الأول سجن، اعمل لي حكم رابع. الحكم الرابع تجيبين ما معجون بدي أسنان، اسكر، طب حرام عليك انا تجيبين بتوب الحكم ستة. الرابع تجيبين معجون أسنان وتحشين فرقتك. يلا شعراتي ما الفرقة اللي هني في النص تحشينها. يلا شعراتي ولو كل شيء لسعراتي. خلص انا سمكة يا عمي. يلا جولت جولت حرام النصر، يلا عليك. قولي أنا طب سمكة جولت النصر. لحظة احكام والله كتير.